السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة فن التعليمية. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا على جوج ديال الشبوات شنو المشكل اللي فيهم. على بركة الله غادي نحلوا هاد الشبو. شوفوا السيارة كما كتشوفوا، شوفوا المشكل اللي فيه. نديتيكتيو نشوفوا هاد الجروب واش مزيان. دونك كما كتشوفوا بالنسبة لهاد الجروب ديالو راه كضرب البريكي، دونك لا ماس كاينة كرة. المشكل ديال هذا كيطلق العافية، كيخرج الدخان منو بزاف، كيطلق العافية وما كيسحق ليناش الماء. المشكل فين عنده؟ دونك دابا المشكل كما كتشوفوا كاين هنا في هاد الرادياتور. هاد الرادياتور ها هي تحرقات والثقبات، الماء الدات ما تخليش الماء يسخن، كيطلق الدخان بزاف والعافية كتخرج على برا. شتو شدت فيها العافية هنا في هاد الرادياتور ديالو. دونك هذا اخصو رادياتور، هاد الرادياتور كومبلي خصها تبدل ليه. اوكي نحيدوه، شوفوا هاد الشوفو التاني اللي كتشوفوا العافية خارجة ليه على برا، شعلة فيه العافية، دونك فهو غيكون نفس المشكل. بسم الله. ياي كما كتشوفوا نفس المشكل ونفس الحالة ديال الشوفو الأول. حتى تشوفوا هاد الرادياتور ديالو كما كتشوفوها كلها ثقبات وشعلات فيها العافية لدرجة أنها خرجات حتى الكاج ديالو على برا. هذا حتى هو لازم ليه رادياتور. بالنسبة للجروب مزيان، الكرة كاينة كضرب. الكرة مزيانة. دونك تا هو لازمو رادياتور. غنحلو غنحيدو هاد الرادياتور الطريقة ديالها، غادي نحلوها من هنا وغادي تحيد هاد الرادياتور كومبلي، وخصنا الرادياتور ديالها. المشكل علاش تحرق هاد الشوفو؟ كاين جوج الأسباب اللي خلاو هاد الشوفو هذا، ولا الأول كما شتو تحرق. أول حاجة نشوفو هنا باش نعطيكم الريكلاج. اول حاجه كما كتشوفوا الشوفو قبل ما كنلصقو كتكون واحد التعليمات اللي هي على برا، سواء في هذا او لا في هذا. التعليمات اول حاجه اللي كيقول لك بها وكينبهو بها انك خصك لازم تستعمل واحد الطندور اللي تكون فيه ما بين 28 ملي بار حتى 30، راه كيكون رسمينها لكم هنا في الكاش، ولكن الاغلبيه كيتعامل على هادشي وكيدير واحد الطندور اللي هي ريكلاج اللي هي ممنوعه في الاصل. هي اصلا كيدير لك ممنوع عليها الطوندور كون 28 حتى 30. علاش هاد الطوندور؟ هاد الطوندور هادي هي اللي كتحكمنا في الكمية ديال الغاز اللي كتخرج لنا من البوطة وكتعطيك لها تشوفو. دابا إلا درت فيه الطوندور العادي كما هاد الشبوات هادو هما المشكل ديالهم، هو الطوندور العادي اللي ركب ليه هو اللي خلاها باش تحرق، حيت كتكون واحد الفلام الغاز كيكون مجهد، كتكون واحد الفلام مجهدة بزاف هي اللي كضطر أنه يحرق لينا هاد الشوفو من هنايا، لدرجة أن بحال هذا كما كتشوفو العافية خرجت ليه على برا في الكاج ديالو. هذا السبب الاول والرئيسي باش اللي كيخلي هاد الرادياتور ديال الشوفو كتحرق. والمشكل الثاني كاين بعض الاخوان كيضطر كيكون عنده الماء ناقص، يعني كتكون عنده هاد الفلام الماء ما كيكونش عنده سبون بزاف، شنو كيدير؟ دونك كيضطر انه يجي لهنا من هاد البلاصه ديال الريكلاج وكينقص من الماء، كينقص من الماء لواحد الدرجه الا يبقى فيها الشوفو كيشعل وكيزيد في الفلام، كتكون الفلام مجهدة والماء ناقص. دونك تشوفو كيشدك الماء لداخل كيبقى كيغلي بزاف، الرادياتور ديالو كتسخن واحد الدرجة كبيرة تضطر أنها تتقاد. هادو هما جوج الأسباب الرئيسية اللي كيخليو هاد الشوفو هذا باش يتحرق. أو هادي هي النصائح اللي كانت على حساب هاد جوج الشوفوات اللي شتو، ونتمنى الكل أنه اللي بغا يركب شي شوفو يدير ليه واحد الطوندور اللي هو فيكس
ما يكونش ريغلاج اللي يكون 28، وديما يلاحظ فيه الفلام ما تكونش مجهده بزاف، والماء ما يكونش منقاص لواحد الدرجه كبيره باش ما يخليهاش يتحرق. وشكرا، نتمنى النصيحه تفيد الجميع، وما تنساوش الاشتراك بقناه فنون تعليميه ودعمونا باش نبقاو معكم ان شاء الله. والحلقه القادمه ان شاء الله غادي ملي ناخذوا هذا الرادياتور ديالهم غنشوفوا الطريقه كيفاش نركبوا هذا الرادياتور في هذا الشبوات باش يستطيع اي واحد يتحرق ليه ولا يقدر يمدي فيها راسه. والسلام عليكم.